يقول: الوالدة حفظها الله مريضة ومسنة، وقد بدأت بالنسيان ولا تدرك أحيانا، فلم تعد تصلي ولا تصوم. سؤاله: هل نخرج عنها إطعاما عن صيام رمضان وكفارة، أم ماذا نصنع؟ إذا كانت تعقل أحيانا وتدرك أحيانا هذه يطعم عنها، أما إذا كانت ما عندها إدراك أبد ولا تفكير أبد هذه ما عليها تكاليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.